نعود إلى التفسير، لكن طبعا لا نزال نربط مع الأحداث، لكن ننطلق من التفسير، تفسير القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. بتلاحظوا في القرآن الكريم السورة، أظن السورة 63، اسمها سورة المنافقين. المنافقون سورة سميت المنافقون. نقرأ بعض الآيات حول المنافقين قبل هيك. إذا بدنا نحصي ألفاظ المنافقون، المنافقات، نفاق إلى آخره، في عندنا تقريبا 38 لفظة: منافقون، منافقات، منافقين، نافقوا، نفاق إلى آخره، 38 لفظة. الملفت للانتباه انه ما يقرب من النص، هي اقل من نص شوي، لانه النص كم هو 38؟ 19، لا 18 لفظة واردة في سورة التوبة والأحزاب. التوبة والأحزاب بهذول السورتين، هذول السورتين على فكرة بمجموع كلماتهم بكونه 21 من كلمات القرآن ككل، 21 من كلمات القرآن ككل. هون في قضية النفاق والمنافقين تقريب نص ألفاظ المتعلقة بالنفاق وردت في التوبة والأحزاب. لاحظوا التوبة باعتبارها السورة اللي هي براءة، واللي تسمى أيضا الحافزة والمثيرة، لأنه فيها براءة من المشركين، وفيها كلام عن الصراع مع أهل الباطل. ثم الأحزاب، الأحزاب اللي هي أصلا الأحزاب اللي تتجمع ضد الدعوة، دعوة الحق. فهذول السورتين تقريبا نصف الألفاظ النفاق. نقرأ بعض الآيات. أولا في الوقت اللي بيتحدث القرآن عن مصير المنافقين في الآخرة، بيتكلم عن مصير المنافقين في الآخرة، يقدم المنافقين على الكفار والمشركين. دائما هذا في القرآن بشكل عام، دائما بدون استثناء، عندما يتكلم القرآن عن مصير المنافقين بيقدم المنافقين، بيقدمهم على الكفار وعلى المشركين. وهذا بدل على انه النفاق اخطر من الكفر والشرك. النفاق اخطر من الكفر والشرك. نقرأ، لاحظوا، وقلنا انه هذا مضطرب في القرآن كله. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. قدم مين هون؟ المنافقين والمنافقات، قدمهم على الكفار.
بعدين ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. قدم من أهل النفاق. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. المنافقين والكافرين. قدم المنافقين. هذا بالنسبة لإيش؟ للآخرة. وليس هناك آية شذت وقدمت المشركين أو الكفار في قضية العذاب الأخروي قدمتهم على المنافقين. دائما يتم الكلام ابتداء عن المنافقين. ومن هنا مفهوم أيضا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل. معناته في أسفل منهم؟ لا. المنافقين. طيب. أما فيما يتعلق بالجهاد الدنيوي ضد الكفار والمنافقين في الجهاد، دائما القرآن يقدم الكفار على المنافقين. يشوف يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. تلاحظوا إذن في موضوع الأخروي والعذاب يقدم المنافقين على الكفار. هم فيما يتعلق بالجهاد وأولوياته قدم الكفار على المنافقين. يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. بعدين يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. آية ثالثة وفي أكثر طبعا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. طب ليش في إصلاحه في موضوع الأخروي قدم الكفار المنافقين، في موضوع الجهاد الدنيوي قدم مين؟ الكفار. أولا لاحظوا هون قضية جاهد وبعدين لا تطع. جاهد ولا تطع. هو في الحقيقة لما معسكر الكفر بيضعف، معسكر الكفر بيضعف سواء معسكر مادي يعني القوة المادية للكفار أو الفكرة، فكرة الكفار بتضعف، ايش بصير في المنافقين غالبا؟ بصير يختفوا. إذن في قضية الجهاد الدنيوي يقدم مين؟ هو مطلوب جهاد الطرفين، مطلوب جهاد الطرفين، لكن قدم القرآن الكفار دليل أهمية جهادهم أولا. طب ما هم المنافقين أخطر، ما هم المنافقين أخطر من الكفار. في موضوع الجهاد إذا المنافقين إذا الكفار ضعفوا وقوي معسكر الإيمان بدأ معسكر النفاق إيش؟ بثلاثة. إذن إيش سبب النفاق أصلا؟ إيش سبب النفاق أصلا؟ وجود معسكر يقابل معسكر الإيمان. وإذا هذا المعسكر اللي هو معسكر الكفر نهض تظهر ظاهرة النفاق. إذا معسكر الكفر ضعف بثلاثة. إذن في موضوع الجهاد تقدم مين في القرآن؟ الكفار. لأنه غالبا المنافق ليش بنافقه؟ بيتبع الكافر وبيتبع معسكر الكفار. هذه القضية الأولى نلفت الانتباه إليها في موضوع المنافقين. قضية ثانية، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعضهم من بعض. على ما يبدو انه النفاق بيتم تأثر المنافق بالأجواء، بأجواء المنافقين من حوله. المنافقين والمنافقات على فكرة بيخضوا من بعض. المنافقين والمنافقات بتأثروا ببعض، ولذلك
بعضهم ينشأ عن بعض، بعضهم ينشأ عن بعض. إذا كل ما اتسعت دائرة النفاق يمكن تولد أكثر وأكثر، وبيقوى على فكرة بيقوى وجود المنافقين. لما بيشعروا المنافق بيشعر إنه في مثله أمثال، هذا بيقوى معسكر النفاق. لذلك المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ولاحظوا النساء فيهن طبعا منافقات، ونادر ما تجد في القرآن بيركز كثير على المرأة، لأن اللفظة في القرآن الكريم إذا أجت تذكير، إذا أجت اللفظة مذكرة فهي تشمل الرجل والمرأة. لكن لما يكون القضية مهمة بيظهر كمان النساء. لاحظوا كم مرة صرنا قارئين مثلا وعد الله المنافقين والمنافقات، شفت؟ بعدين المنافقون والمنافقات، لأن بعض الناس قد يستصغر دور النساء في عالم النفاق. لا، فلفت القرآن انتباه إليهم. نعم. هو أنا ليش ما عرفتش الحقيقة النفاق؟ لأنه معروف. على أي حال الآن مع أنه النفاق درجات، وللنفاق صفات، ومن توفرت فيه صفات النفاق كاملة كان المنافق الكامل. ما هو كيف بنعرفه المنافق؟ من العلامات الخارجية، سلوك. أكيد كيف بدي أعرف أنا خلق إنسان؟ بشوف أخلاقه. كيف بدي أعرف خلقه من جوا؟ بشوف أخلاقه سلوكياته. والمنافق برضه، لأنه المنافق هو بيكون فنان في إخفاء ما يبطن. على أي حال الكفار ثلاثة، الكفار ثلاثة، من يظهر الكفر ويبطن الكفر فهذا هو الكافر، ومن يبطن الإيمان ويظهر الكفر يعني من داخله مصدق بس بكابر هذا هو الجاحد. وأما المنافق فهو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان، هذا أخطر واحد في الكفرة. أخطر واحد في الكفار الثلاثة هو المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، يظهر الإيمان، وهذا بدل على الفساد الكامل. ولذلك الله سبحانه وتعالى شو قال في حق المنافقين؟ لاحظوا، لاحظوا شو قال: إن المنافقين هم الفاسقون. يعني إذا في فاسق مين؟ أهل النفاق. إن المنافقين هم الفاسقون. إذا في فاسق، وإيش الفاسق؟ والخارج تماما عن الطاعة، طاعة الرب. إن المنافقين هم الفاسقون. بعدين في مكان آخر لاحظوا: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. هذا فيما يتعلق بالمنافقين. هم كأنه، طب الكافر مش عدو؟ انبلى عدو. والجاحد مش عدو؟ عدو. لكن إذا بدك العدو والعدو الحقيقي هم، الكلام عن أهل النفاق هم العدو فاحذرهم. طب ما دام هم العدو ليش ما نبدأهم بالجهاد؟ فقدم الكفار، بينا ليش. لأنهم بينظروا وين؟ وين بيشوفوا الكفة؟ وين الكفة؟ ترجع بروحه. فأنت إذا بتضعف معسكر الكفر بتكون عم تقتحم معسكر النفاق. شفت؟ طيب إذا الواضح من الآيات القرآنية أنه أخطر ظاهرة ليست الكفر هي الأخطر، وليس الشرك هو الأخطر، وإنما الأخطر النفاق. المنافق الكامل، المنافق الكامل اللي هو بيكون مبطن للكفر بيظهر إيمان. وبين هذا وهذا في دونه درجات، دونه درجات يعني. وبالتالي من المنافقين ناس بيكونوا قراب أن يرجعوا إلى الحق، تماما زي ما في من الكفار
درجات، وفي من الكفار من هم قريبين من الإيمان. إذا الكفر برضو درجات. ولذلك وجدنا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في السيرة هناك من المنافقين من ارتدعوا، وهناك من المنافقين من تابوا ثم حسن إيمانهم فيه. لأنه هو المرض، النفاق مرض، وممكن يشفى منه الإنسان، ممكن يشفى منه الإنسان. ولكن الكفر في الحقيقة، الكفر ليس بمرض مثل النفاق. النفاق هو مرض أخطر من الكفر. الكافر مرات بيكون على فكرة إطلاقا في عنده مرض، ولكن مش فاهم، لما بيفهم يجده بيلتزم. كيف عمر بن الخطاب لما عرف الحقيقة؟ كيف أبو بكر لما عرف الحقيقة؟ لأنه أصلا خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، لكن المنافق أصلا فاسد. إن المنافقين هم الفاسقون، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. طيب المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض على فكرة بفرقوا، مجتمع النفاق بفرق وبينهم بعض البعض وبينشأ هذا عن هذا، والأفكار بتتولد عند هذا بتقبلها هذا، بعضهم من بعض. وأهم صفات فيهم في المنافقين يأمرون بالمنكر. طب هو معقول واحد يأمر بالمنكر وهو عارف انه منكر؟ طب نبي نشوف بعد شوي. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. البخل على فكرة أخو الجبن، كيف؟ البخل أخو الجبن، لأنه الجبان يظن بنفسه، والبخيل يظن بإيه؟ بماله. ولذلك غالبا ما تجد الكريم شجاع. الكريم شجاع، والكريم وفي، الكريم وفي، والكريم شجاع ولو كان كافر. لكن المنافق يبدو من العلامات الظاهرة عليه يقبضون أيديهم، يعني فيهم بخل، وهذا واضح لأنه هو أيضا يظن بنفسه فبنافق، وأيضا هذا بيظهر في بخله بالمال. ففي علامات تقدر تعرف المنافق فيها، إذا حدث كذب شك، وعد أخلف، تمن خان، خاصم فجر، بعدين البخل، بخله. بعدين من العلامات تعرفهم من لحن القول، لحن القول إلا تجد يفلت، من أسر سريرة أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. من أسر سريرة أظهرها الله على صفحات وجهه وعلى فلتات، وفي فلتات لسانه. طيب الآن ورد فيما ورد، سألوا الحسن البصري قالوا له يا أبو فلان، نفاق اليوم، يعني في نفاق في أيامنا يا إحنا يا تابعين ومتابعين، يعني شو قال؟ شو قال؟ ومش بالضرورة يكون الحسن البصري يعني كلامه 100%، بس هو الحسن البصري من كبار علماء التابعين ومن تقاتهم. لما سألوه قالوا له في نفاق اليوم، هذا معناته النفاق فعلا النفاق بنخدعه فينا، نفاق اليوم. قال لو خرجوا من أزقة البصرة، هو أساس البصري هو الحسن البصري، لو خرجوا من أزقة البصرة لاستوحشتم فيها. لو طلعوا من الأسواق كان بتشوفوا البصرة موحشة. ها؟ لو خرجوا من أزقة البصرة لاستوحشتم فيها، ولو خرجوا منكم ما انتصفتم من عدوكم. فلو خرجوا منكم ما انتصفتم من عدوكم، يعني كفرتهم الكافرة
بتجعلكم امام العدو اقوياء، كانه هيك القصد. طيب بس انا بشوف اليوم فعلا يعني لو نرجع لخمسة وعشرين سنة لورا، ثلاثين سنة، كان النفاق تقريبا لا يكاد يكون موجود. ليش؟ لانه اكثر الناس كانت يعني يقولوا عن المسلم هذا رجعي، وبعضهم كان يسحب الصلاة، يسحب صلاته. استاذ كان في بير زيت يعمل في الجامعة، لما بده يصلي يسكر المكتب من جوا ويقعد يصلي خوف حدا يشوفه يصلي، هيك خوف حدا يشوفه يصلي. وفي ناس كانوا يسحوا يجوا على المساجد، يقولوا عنهم الناس بيصلوا دراويش، هدول دراويش، فيها معنى الهبل يعني، هيك وكانوا الناس يقولوا معقول مهندس بيصلي، دكتور بيصلي، يا الله. هذا بكر عشناها الايام، وبالتالي في ذاك الوقت ما كانت في نفاق، وبالتالي الكفار كانوا ينظروا دائما الكفر والالحاد في الصحف، في المجلات، في الاساتذه في المدارس، تلاقيه في الدار عندك في الحاره، يجاهروا بالكفر. كان الكبار منكم شويه صغيره عاشوا هاي الايام، وبالتالي ما كانش فيه نفاق، لانه كانوا اصلا اللي بده يوري حاله يزعم انه ملحد. قال يعني ملحد يعني يفهم، يفهم، قال ملحد يعني يفهم، فهم. لكن لما بدت الصحوه الاسلاميه تفتتح، واحد زي ابو رقيبه في الستينات، ابو رقيبه كان يحكم تونس، ابو رقيبه كان بيحكم تونس، يعني تشوف فجور الحكام في حينه. ابو رقيبه قدام الناس على التلفزيون، في رمضان، في نهار رمضان طالب الناس تفطر رمضان، ومسك وشرب على التلفزيون، مسك وشرب على التلفزيون انه هذا ايش رمضان، هذا ضد الانتاج، ضد الانتاج رمضان. الان طب هذا اليوم تجدوه بوش اليوم، وبعدين قاعد بروح على المسجد بوش بروح على المسجد. اختلف. وابو رقيبة قبل ما يودع من الحكم برضه صار يذكر الاسلام بخير. ليه؟ لانه صارت الاجواء شوي شوي تتسع، الناس اختلف الوضع، ولذلك شيء طبيعي انه يبدا يظهر النفاق، في طبيعي يظهر النفاق. والخطورة اليوم أن الحكومات الجاسوسية الموجودة في العالم العربي والإسلامي الآن تستخدم النفاق كثير، تستخدم النفاق كثير الآن. وإحنا ليش تحدثنا اليوم عن النفاق؟ ليش تحدثنا عن النفاق؟ بدنا نربط شوي مع الواقع. المشكلة اليوم، وهي مشكلة كبيرة على فكرة، كبيرة وعميقة، انه للأسف السيطرة في العالم العربي والإسلامي الآن مش للكفار، للمنافقين. في يوم من الأيام كانوا الكفار يسيطروا، يقول لك احنا شيوعيين، احنا اشتراكيين، ضد الدين وكذا الآخرين، كانوا كفار يقاوموا الدين بوضوح وعلانية. اليوم المشكلة وين صارت تكمن؟ انه اللي بيحكم في العالم العربي والاسلامي المنافقون اللي بيحكموا. طيب الان وين بترعرع النفاق؟ لما بيشعر انه يعني معسكر الكفر له طولة وله جولة. لذلك بتتوقعوا انتم النفاق اكثر قبل 9، قبل 11/9 ولا بعد؟ قبل ولا بعد بالكم النفاق اكثر؟ بعد 11/9. ليش؟ لان المنافق جبان، يحسبون كل صيحة عليهم،
المنافق جبان يحسبون كل، يعني بوش اليوم في عالم المنافقين بس قال بالضبط تصريح هيك، تصريح فيه شويه كلام وفيه تبعوا ورا الكلام. لا لا شو مقصود؟ هذا بجوز وصلنا بارك احنا، ها روح قدموا له تقارير. طب عجيب اشكالهم كيف بتشوفوها؟ كيف اشكالهم؟ تعجبك اجسامهم. طب وان يقولوا تسمع لقولهم، هاي الخطورة الآن. أشكال، واليوم الإعلام اللي قاعد بيبني الأمة وهو بيهدم الإعلام هو إعلام المنافقين. وللأسف قديش في من الناس بيدرك هذه الحقيقة. ليش إعلام المنافقين؟ لأنه اليوم نجي شوية للفضائيات العربية مثلا، منشوفهم بيجيبوا قرآن وبيجيبوا كمان برامج دينية وعلماء بدهم يفتوا شيك، ولما بتيجي نشرة الأخبار بيصبوا كل سمومهم ونفاقهم فيها. فالناس بتحتار والناس بتقول لك هذول أبناء جنسنا، عشان هيك إذا بتلاحظوا القرآن اعتبر النفاق أخطر من الكفر. وهذا اليوم الناس مش عم تسمع لبوش، بس ممكن يفتحوا على الجزيرة وبيلتبس الأمر عنا. ما هي هم مع الإسلام الجماعة، ها شوف شوفوا لكن تستطيع تعرفهم. وأنا طبعا سبق تحدثنا بهذا الكلام، سواء كان أبو ظبي ولا جزيرة ولا سعودية ولا مصر شيء ولا أردهم يخون إلى آخره، يقطر نفاق إسلام وكفر في آن واحد. لا مش واضحين. ومن هون إن المنافقين هم الفاسقون، هم العدو فاحذرهم. طيب نشوف مثلا لما بتسمع اخبارهم، مثلا بدهم يتكلموا عن طالبان، شو بيقولوا؟ لاحظوا شو بيقولوا؟ فروا. طب قولوا انسحبوا. ليش بيحبوا كلمة فروا؟ بيقولوش انسحبوا. مش الجيوش تنسحب شيك؟ بدل ما يقولوا انسحبوا شو بيقولوا؟ فروا. مشان يشعروك ايه؟ انهم انهم عصابات وانهم جبناء. انت بلاحظوا تعبير فروا. اما انسحبوا انت بتوحي لك كلمة انسحبوا انه فيها تخطيط، بجوز بجوز بدهم يجوا على مواقع اقوى، بجوز بدهم ياخذوا نفس. انسحبوا لا فروا. ولذلك وجدتهم مثلا كلهم بدون استثناء، انا راقبتهم واحد واحد، يعني بدون تشذ التشذ كانت تشذ العراق لأنهم موتورين وتشذ الشرقة. العراق تشذ لأنها موتورة، ولا لو أن العراق وضعه تمام مع أمريكا كان على نفس النهج، كان على نفس النهج. تحسبوش عن أنه تشذ إيدك يعني، لا بس والشرقة اللي بيختلف بطريقتها. ولا كلهم ما بعد طالبان. طب والو مستعجلين ليه؟ ما بعد طالبان لا ليش الكلام؟ وفروا وانتهت وخلصنا وهيوا بعدين لاحظوا قال العرب، انتبهوا الان انتبهوا الكفرة، قال العرب الان مضطهدين. قال في افغانستان الافغانيين انقلبوا على العرب. اي واحد الافغانيين انهزموا وتركوا العرب يقاوموا لحالهم. فالكذبة قال الافغانيين بنهزموا او بتسلموا والافغانيين بروحوا عدورهم وخلص. لما ما هم افغانيين كل واحد بروح على بلده خلاص بيسلم سلاحه وبروح. ومين اللي يتقتل؟ العرب. شو قصدهم على فكرة؟ اولا قبل هيك
بالعكس، ما بتجد أحد يحب العرب كما هو الشعوب الإسلامية غير العربية. بقدس العربي زيادة عن اللزوم، زيادة عن اللزوم، وبيحبوه فوق العادة. وجود العربي بينهم بيرفع معنوياتهم وبتبركوا فيه. قال صاروا بيخونوهم، قال بيروحوا بتركوا العرب لحالهم يتقتلوا، يا حرام. وكأنهم العرب هناك يعني من عزلين عن باقي الأفغان في الموضوع من أصله. وبعدين بيقولوا لهم يلا يا عرب انتوا واحنا مروحين الأفغان. مين اللي يقول هالكلام؟ الجواسيس. مين اللي يقول هالكلام؟ الجواسيس. قال بقتل العرب. طب ما تقولوا لي أكم أفغاني قتل في مقابل أكم عربي، راح تجد إنه نسبة العرب اللي انقتلوا قليلة جدا في بالنسبة للأفغان. والمذبحة اللي قامت فيها أمريكا في مزار شريف برضو مكتوب فيها هالكلام. إيش هو الكلام المقصود؟ المقصود إنه يا شعوب يا عربية ياللي متحمسة واللي ممكن تبعثي زي ما بعثتي زمان مساعدات ورجال للقتال في أفغانستان، ليش تعملوا هالعمل؟ ما هيهم بنذبحوا العرب، شوفوا الأفغان شو عملوا فيهم. بدي أسألكم سؤال، إعلام المنافقين فعلا أثر ولا ما أثر في صاحبه؟ إذا أكبر عدو هو الجهل. لما يكون حاكم يسرق أمته، تيجي بتعمل مقابلة مع الأمير طلال، بيسألوا السعودية هذا أكم مليار مع 20 مليار؟ من وين؟ من وين؟ من وين؟ وفلان وفلان وفلان، هذول بتتوقعوا أنتم فيهم خير؟ نفوس فيهم خير؟ شو بتتوقعوا؟ شو بتتوقعوا؟ هذول الناس سبق أن لفت الانتباه، هذول الناس بدافعوا عن أنفسهم، مدركين تماما إنه قوتهم من قوة أمريكا. ضعفت أمريكا انتهت. أسألكم سؤال، لما انهار الاتحاد السوفيتي أي دول اللي انهارت؟ اللي كانت تصير بفلكه. والدول الشيوعية كلها فرطت لما انهار الاتحاد السوفيتي. يعني في العالم العربي، العالم العربي كمثال، لما انهار الاتحاد السوفيتي وجدنا اليمن الجنوبي خلاص روح اليمن، لأنه اليمن الجنوبي هو الوحيد اللي كان مع روسيا بالباع والذراع فعلا. الصومال سياد بري وغيره، ومش بس سياد بري عفوا، واللي بعده اللي هو ايش اللي قام بانقلاب على مش الصومال قصدي الحبشه كان الحبشي برضه نظام شيوعي. الحبشه انهار، الصومال انهار، اليمن الجنوبي انهار. لا بدنا بالعالم العربي. طب والباقي في العالم العربي ليش ما انهاروش؟ اذا مش مع روسيا، هذول من زمان مع امريكا. انتبهتوا؟ يعني كان يفترض انك تعرف عنهم مع روسيا عن جد. لما انهار الاتحاد السوفيتي من انهار معاه؟ انهار اليمن الجنوبي فرضا، في الصومال، في الحبشه زال لا، بعدين يجي شاوشيسكو في رومانيا، شيك تشيكوسلوفاكيا انهارت على طول، يوغوسلافيا انقسمت وانهارت، كله اللي كان تابع. طب عجيب، طب واللي ضلوا؟ هذول انهاروا ليه؟ هذول انهاروا ليه؟ ما هم من زمان مع امريكا. ولو اللي كان يقول انا اشتراكي كذب كذاب، لو انك اشتراكي كان انهارت مع اللي انهاروا، كان انهارت مع اللي انهاروا. فالان هذول بيعرفوا كلهم، على فكره هذول بيعرفوا تماما. إذا أمريكا ضعضعت انتهى أمرهم. وإياكم تظنوا إنهم بيخافوا من أمريكا وبيخضعوا عن خوف، لا، هم عارفين إنه بيعيشوش إلا في ظل أمريكا، بيعيشوش. المليارات بتضيع
والعروش تسقط تهوي. إذا أمريكا ضعفت فهم الآن بقاتلوا دفاعا عن مصيرهم. فلما بتكلموا عن طالبان من أول يوم شو كانوا يقولوا؟ ما بعد طالبان. بعدين شو يقولوا؟ فروا. وشو يقولوا؟ انسحبوا. طيب وقبل ما تمشي المعارك بيقولوا لك انتهت. اشي عجيب. المعروف على فكرة في الأمم كلها وانت انت بتعلن عن هزيمتك، مش طالما فيك روح بتقاوم تعلن عن الهزيمة. لما الهزيمة فعلا بتكون هي الواقع وانت انتهيت. طول عمرها الأمم بهذا الشكل، وهذا مش مكابرة، هذا مش مكابرة عند الإنسان الأصل على فكرة. طالما في روح شو يكون؟ ما انتهتش المعركة. هذول من أول يوم شو كانوا يقولوا لكم؟ انتهت المعركة قبل ما تبدأ. طب ليه؟ طب خليكم موضوعين يا عمي، بدناش تكونوا مع العرب والمسلمين، كونوا بين بين. كيف بدنا نكون بين بين؟ ما احنا بنعرف، ما احنا إذا انهارت أمريكا أو ضعفت ينهار احنا. لذلك تجد كلامه ولحد الآن على فكرة شو اللي عم بصير؟ ما بتلاحظوا اليوم انه اعلامهم بكل شكل، ولما بتفتح امريكا بتتفاجأ. هم بيقولوا انتهت، بتسمع وزير الدفاع الامريكي قال ما انتهت. بتسمعهم تنقالوا قربوا يقبضوا على اسامة بن لادن، تفتح على امريكا تنقالوا لا والله مطولة وبعيد مبين. ولذلك وين هي الامور واصلة؟ ما احد بيدري، ما حدا بيدري. واليوم خبر بيقول بطالب امريكا، الامريكان بيقولوا لحكومتهم وين الانتصار اللي بتقولوا عنه؟ وين ابن لادن؟ وين الملا عمر؟ لكن جماعتنا شو بيقولوا المنافقين؟ المنافقين شو بيقولوا؟ ولما بيقولوا لكم احنا خايفين وطبول لا كذابين، ما انتم طول عمركم ما انتم مع امريكا. شو اللي بده يجد على السعودية بالله؟ ايش اللي بده يجد على السعودية؟ قال وعلى فكرة أكبر جواسيس في المنطقة بتقول لهم أمريكا اوقفوا موقف رجولي مشان يصير لكم ايه؟ مشان يصير لكم موقع. كيف لما الأردن أيام الحرب الخليج قال هو اللي من دول العالم البلد الصغير الأردن قال وقف مع العراق؟ يا أنت مع العراق. طب وبعد ما خلصت الحرب غفروا له كل هذا، ليش غفروا؟ لأنه ما كانش مع العراق من أصله. قال إيش؟ قال في قضية أفغانستان قال مصر أنا ما برسل جيوش. أي هي أمريكا طالب جيوشك؟ قال أبوك في موقف قال يعني. والسعودية قال السعودية موقف بطولي. يا الله تجيبنا نصدق نصوص، كيف بدنا نصدقهم اصلا؟ نصوص كيف بدنا نصدقهم؟ طب ما بتطلعوا منكم مع امريكا، يعني معقول تختلفوا الان؟ طب ما هي امريكا اذا ضعفت انتهيتوا انتم. كيف يعني؟ كيف بدنا نصدق هالكلام؟ كيف بدنا نصدق هالكلام؟ ما هو هذا هو المشكله الحقيقه. طيب وفتاوى انتبهتوا، ما هذه من فضل الله حتى النفاق. ما هو مش لازم تمر هاي الامور بدون ما تتكشف كل الناس المنافقة، كل الناس المنافقة لأنهم أخطر، هم العدو فاحذرهم. وإحنا قلنا إن القرآن اعتبرهم أخطر من الكفار، أخطر من الكفار. وهذول كل ما شعروا إنه أمتهم لاحظوا هم بيحاولوا الآن شو يعملوا؟ بيحاولوا يلقوا الرعب في قلوب الأمة. إعلامهم بيحاول يلقوا الرعب في قلوب الأمة. الأمة على فكرة معنوياتها قوية، من وين بتأخذ قاعدة الأمة الجبن والإحباط؟ من وين؟ من هؤلاء السفلة. لذلك آن الأوان إن هذه الحكومات الناس تعود لماضيها وتعرف شو كانت. ما طول عمرهم الناس وهم يقولوا السعودية عميلة وعملاء أمريكا. طب بطلت يعني؟ الإمارات هاي كلها السبعة أنو اللي أوجدها أصلاً؟ أنو اللي أوجدها الإمارات؟ وانو اللي وحدها؟ بريطانيا. وانو اللي محافظ على عروسهم؟ كيف بدهم يغيروا يبدلوا يعني؟ كيف بدهم يغيروا يبدلوا؟ كيف؟
لكن لهم وظيفة الآن. المشكلة لهم وظيفة ومهمتهم إحباط الأمة، مهمتهم إحباط الأمة. طب والمساعدات اللي بعثوها هاي من ضمن السلطة اللي أمريكا بتريد تفرضها على الشعوب، إنه هؤلاء الناس يصيروا مقبولين بقدموا مساعدات، بيجوا بجوره هون وشفتوهم هم يصوروا قال بيسلموا على واحد وبعطوه، الله لا يعطيكم عافية، هذه هي الكرامة؟ يعني ليش بتسلموا على واحد وبتعطوه مصاري أمام التلفزيون؟ هيك اللي بده يقدم؟ هيك اللي بتقدم؟ طب ما احنا مش ما هاي الدول الغربية لما بتقدم مساعدات مش هيك بتشتغل، مش هيك بتشتغل، مش بنشوفهم بيجيبوا واحد واحد بيسلموا عليه قالوا بعطوه التلفزيون يصور. هالسفلة. فلا بد أن تتنبه الأمة إلى أن هذول الجواسيس، هذول المنافقين، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفكون. بعدين لاحظوا إن المنافقين هم الفاسقون، هم الفاسقون. وأنتم شايفين بعضهم من بعض ولا لا؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. افتح الجزيرة، حول على أبو ظبي، حول على الأردن، حول على عمان، حول على السعودية، حول حول حول، بعضهم من بعض، بعضهم من بعض. يأمرون بالمنكر، ولا هو لما بدعوا الأمة للاستسلام وبيحاولوا يحبطوا الأمة، هذا مش دعوة للمنكر؟ في أكبر من هيك منكر؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وإذا بدك تعرف حقدهم شو بيقولوا، وأكثر من مرة سمعتوها، ما هم هايهم في المغر. ايش يعني في المغر؟ يعني مسبة في المغر. فهمتوا؟ لازم وين يكونوا الجماعة؟ في القصور. لازم الجماعة يكونوا في القصور حتى يكونوا مجاهدين. في القصور. اما قال هايهم في المغر. بدهم يغيروا قالوا بدلوا. وهم في المغر. طبعا ولا واحد بتغير بدل. اللي بالمغر اللي بغيروا بدل. ولا هو بغيروا بدل. اللي في القصور. اللي في القصور هو اللي بغير بدي. بتشعر بالحقد لما بتكلموا عن المجاهدين. افرض انه ابن لادن مش مجاهد، وافرض انه طالبان مش مجاهدين، افرض. طب ناس مظلومين، ناس مظلومين، توقف مع مين يا اخوي؟ توقف مع امريكا؟ توقف مع امريكا مع ضد المظلوم؟ طب كيف لما يكون المظلوم هذا مسلم، وكيف لما المظلوم هذا قام من اجل رد الظلم عن الأمة؟ بتيجي تكون حقدهم في اعلامهم، قال من المغاير بده، ما هي متخبي في المغارة. شو يعني؟ تعرفك انه متخبي في المغارة برضو؟ تبطونه من المغارة متخبي فيها ما دامك بتعرف انه في المغارة. شفتوا الكلاب؟ شفتوا الكلاب؟ طيب اللي بروح فيكم حتى يحج، من اول ما يصل المدينة بشوف القصور المبنية في الجبال، القصور الهائلة، بتروح على مكة برضو بتشوف القصور راكبة حرم الله، فوق حرم الله. هدول قال بلوموا على الناس انها بتقاتل في المغر. فشو المطلوب من المقاتل في المغر؟ يجي عندهم يلبس دجاجة. ما هو شو معناه تلبس دجاجة؟ خلاص مش بديش اشتغل، يعني بديش اشتغل، بديش اشتغل، بديش اشتغل، خلاص بلبس هلا. وهي على فكرة عود، عود، عود بيكون هالقد، يسموا عليها عود بيكون هالقد بس، هذا عود بيكون عطر اخذينه من بعض الاخشاب من دول جنوب شرق اسيا، يكون حق العود 1000 دينار، حق العود 1000 دينار. وهذول السفلة تكلف، هو بده يحرر وهو في المغاير، اما هو يحرر وهو بيشتري العود 1000 دينار مشان قال يتطير. بتسمعوا بشي خيالي، وكن قال جابوا قال خبرة، كن جابوا خبرة قال يتكلموا في الموضوع،
وقال احنا الاسلام يدين والاسلام ضد اما الاسلام الاسلام مع اللصوص اللي بيسرقوا المليارات، الاسلام مع الاموال الاسلامية اللي بتبني الغرب كله اكثر من 900 مليار للدول الاسلامية، 900 مليار لألف مليار الدول الاسلامية في الغرب تبني الغرب. ها اما الاسلام صوروا قال الاسلام مش هيك يا حرام الاسلام، صار بدهم يفتوا وبدهم يقولوا لنا ايش الاسلام بهذا الشكل. على فكره لابد انه يبدو اعاده النظر في دراسه الايات التي تتعلق بالنفاق والمنافقين، لانه هدول الناس اليوم اخطر من امريكا، اخطر من اسرائيل، وهذا الكلام اللي لازم الناس تجر فيه. انا مراقبهم من يوم ما بدت 11/9، مراقب اعلامهم وبراقب برضو بعض المشايخ اللي سقطوا معهم واللي بيقولوا عنهم بيترأسوا مؤسسات وغير مؤسسات. منافقين من الطراز الاول هم العدو فاحذرهم. وما بصيرش نظلنا مغطيين عينينا يقولوا ان اسرائيل وامريكا، طب ما هم، طب مين القاتل الاول؟ احنا قلنا من البدايه ان القران الكريم لما بقى ذكر الخطوره اعتبر المنافق اخطر من الكافر والمسلم، ودائما في العقوبه الاخرويه بدون استثناء في القران الكريم يقدم المنافق على الكافر والمسلم. اما في الجهاد قدم الكافر. ليه؟ لانه اذا سقط معسكر الكفر، هذا على فكره بكره امريكا تنهار كلهم بصيروا ايش؟ كلهم بصيروا ايش؟ بيرجعوا لتراث الامه وعقيده الامه، والله ما في احسن من. لذلك هو التركيز في الجهاد على الكفار. بس فقط الكفار، جاهد الكفار والمنافقين. انما اذا بدك تحذر بالدرجه الاولى هم العدو فاحذرهم. لكن قضيه الاولويات هاي قضيه تكتيك الاولويات. اما هو المشكله انه الناس اليوم مش شايفه هذول المنافقين واعلامهم وكيف ماشي كيف ماشي ولحد الان. لذلك على فكره مش راح تتضح الصوره، صوره اللي بيحصل في افغانستان الا بعد اشهر. بعد اشهر ليش؟ لانك الان ما عدتش تسمع الا من معسكر النفاق. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.